الوحدات اللي بتتبني في أسيوط هو مشروع كومباوند سكني متكامل بيخدم نوعية الشباب ونوعية الناس اللي موجودة في أسيوط. احنا بنهتم جدا بالشباب في أسيوط ونعتقد ان الشباب هم الذخيرة اللي موجودة، فبتبقى المساحات من 125 لحد 155 في عمارات سكنية وكومباوند متكامل الخدمات. والأسعار في أسيوط حضرتك بتتراوح ما بين كم وكم؟ الأسعار في أسيوط طبعا يعني هي أسعارنا أو الشركة السعودية أما بتحط أسعار بتبقى دايما أسعار منافسة وبتحقق هامش ربح بسيط، يعني مش الغرض الأساسي الربح، فالمتر تقريبا يبدأ من 4600 لحد 5200 دي أقصى. تمام، كامل التشطيب بتسلم كامل التشطيب.